والله عز وجل جعل لك هذه الصلاة متى شئت وفي الوقت الذي تريد وفي المكان الذي تريد، جعل الصلة معك. أي ساعة أحببت أن تقابل الله وتناجي الله فالباب مفتوح، ما بدأ وقت ولا بدأ مكان ولا بدأ تأخذ وقت أنه تجي الساعة كذا تأخذ 10 دقائق، إمتى ما بدك. إن أحببت أن تكون في الخطاب ساعة فالله معك ساعة، فبساعتين تعود معه بيعود معك ساعتين. إذا أحب أحدكم أن يناجي ربه فليتوضأ ثم ليقف في الصلاة فهو مع الله. متى ما وقفت أنت بتحدد الوقت، أنت بتحدد الزمن، أنت بتحدد المكان، أنت بتحدد الخطاب، أنه خطاب بتتخاطبه أنت بتحدده. أما إذا كان بدك تفوت لعند وزير أو بدك تفوت لعند أكبر، بدك تكون محدد الكلمات اللي بدك تحكيهم، بيعينونك الوقت والزمن بدك تجي على الوقت. أما مع الصلاة مع رب العزة، إمتى بدك تقابل توضأ وقف في صلاتك فأنت مع الله تخاطبه. حبيت تذكر آيات الشكر تشكره، أنت بتحدد الكلام. حبيت تطلب المعونة، أنت بتحدد الكلام. تبارك الله جل جلال الله، أي شرف وأي كرامة تكون للإنسان عندما يقف يناجي الله سبحانه، عندما يخاطب الله تعالى. ألم يجدك يتيما فآوى؟ شو الجواب؟ اللهم نعم. ووجدك ضالا فهدى؟ نعم. ووجدك عائلا فأغنى؟ نعم. فأما اليتيم فلا تقهر. أنت طلبت هو عم يقول لك فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قل الحمد لله على فضل الله وعلى ما أنعم الله عليه.